السلام عليكم المشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. السلام عليكم، امام شجعان بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. وحنايا ان شاء الله على الابواب العيد ان شاء الله، غدا راه العيد، ومبروك عيدكم، عيدكم مبارك سعيد. وجانا واحد الخبر الحقيقه ماشي اليوم، شفت البارح ولا البارحيه، انا ما يعني ما كانش عندي الوقت باش ندير فيديو، ولكن ان شاء الله اليوم قررت باش ندير لكم واحد الفيديو. نهار يتمنى غصم كيجي الفيديو ايش الاخبار ان شاء الله. هذه يعجب جميع الجاليه اجا جروبا اغربني ردي تسنى الحسيمه غادي يبدا ان شاء الله قسنا غادي يبدا ان شاء الله ارخد مث على حسب جديد هذه التقارير من اسبانيا. كما سمعتوا المشاهد الكرام، داك الباطو اللي كيجي من موتر الناظور موتر الحسيمه ان شاء الله في هذه الايامات غادي يستمر ان شاء الله الخدمه ديالو باذن الله. يعني غادي يبدا الخدمه ديالو ان شاء الله في القريب، كما كيقول راه الجمعه راه بدا والله اعلم. دابا حنا غادي نشوف هذا الخبر هذا، خليكم معايا نقرا لكم اشنو جاء في الخبر. كيف كاين خاكم من ديو سيدي الخبر، كشفت وسائل الاعلام الاسباني انه قد تقرر رسميا عوده خط بحري بين ميناء موتريل وموانئ الناظور والحسيمه. يعني مش سر ميثما، يعني اسبانيا قرر يعني اتاخو اغاروبا ادرح غنضا للحسيمه. ابتداء من نهايه الاسبوع الجاري، هما كيقولوا هذا الاسبوع يعني هذه السيمانه هذه، ولكن ما ظنيتش انا هذه السيمانه ان شاء الله، السيمانه الجايه ان شاء الله يعني مور العيد ان شاء الله غادي تبدا ان شاء الله باذن الله. ولكن شي خبر جديد دابا ان شاء الله غادي نخبركم به. والسلام عليكم، ان شاء الله ذي القريب من نهايه الاسبوع الجاري، والتي توقفت منذ بدايه تفشي وباء كورونا في مارس 2020. يعني هو قام جار بدا جات غندير فيديو لان تفندي غروبه يعني 2020، ولكن من 2020 يوصل الوباء الله يحفظنا ويحفظكم يعني يبد منايا، يعني 2020 يبد وغاربويا. والسبب قسمت النيت يعني هو الوباء اي جنبيا، وان شاء الله فاخذي سيدي ربي والله يحفظنا ويحفظكم وان شاء الله ما يكون غير الخير. واضافت نفس المصادر ان شركه ترانس ميديترانيا ارماس هي التي ستؤمن الخطين البحرين، وأنه من المقرر أن تغادر من الناظور يوم الجمعة في الساعة الواحدة صباحا. يعني غادي تمشي يعني مع التسعة ديال الصباح بالجمعة مثلا، يعني الساعة الواحد الساعة الواحد صباحا مع الوحدة ديال الصباح، وتصل إلى رصيف موتريل في 9 صباحا. غادي توصل مع 9 ديال الصباح، يعني شحال غادي دير؟ غادي دير 8 ديال السوايع، هذيك 8 ديال السوايع ديال نزيل النظر موتريل صباحا. بينما سيتم المغادرة من رصيف موتريل في الساعة 11 مساء من نفس اليوم، يعني نهار ديجن غادي فوصلني 11 وزير غادي من نفس يوم الجمعة للوصول الى الناظور الساعة 7 صباحا، لان غادي يسني غادي زي موتر 11 غادي يوض الناظور 7 الصباح. واوضح المصدر ذاته ان المسار الذي سيتم القيام به مرة اخرى يوم السبت من الناظور الى موتريل، يعني غادي راح مثلا 7 الصباح زي موتريل ما زي الناظور موتريل، والعودة في نفس اليوم مع السفينة إلى الحسيمة. يعني السنة أدي أديس على الحسيمة نهار السبت، يعني إذا تقيس على الحسيمة يعني إذا نهار السبت فشات السنة ميت مع الحسيمة من مدغيس وغرب إلى الحسيمة. وبهذه الطريقة سيتم استعادة طريقة مع موتريل يوم الأحد في السنة ميت مع، يعني الأمور يعني أدير مليح إن شاء الله. واخا مش توارا مش كيما سمعتوا المشاهدين الكرام، يعني الخط ديال الجو يعني ديال عفوا ديال البحر هو غادي يتفتح ان شاء الله قريب ان شاء الله. كما قالوا راه يعني هاد السيمانه، وما ظنيتش انا هاد السيمانه، يمكن السيمانه اللي داخله مور العيد ان شاء الله غادي يعني فوق. المهم فوقاش ما كان عندنا شي خبر ضروري ما غادي لكم شي فيديو ان شاء الله.
مسترميت ان شاء الله مربي ما يضاعش الاخبار ان شاء الله كملت كاين الفيديو الوخاقة شنو الحمد لله اكخ يعني خوات من رعيد ونتمنى ان شاء الله اقدام سلايك نمشي نشكرو بزاف خد با اذا اختقم كما سمعت المشاهدين الكرام احنا دائما يعني مع الجديد دائما كنسكم داكشي اللي عرفنا وكنبحثوا كنديروا المجهود ديالنا والغالب الله الا ما قدرنا على شي حاجه الغالب الله يعني هذا الشيء راه يعني حتى انا كنديروا المجهود ديالنا والكامل على الله كما سمعت المشاهدين الكرام هذا الخط ان شاء الله غادي ينفع الجاليه بزاف 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 انا اصلا كيعجبني هذا الخط هذا لان خصوصا انا ساكن في حسيمه وما كرهتش انا دائما نشوف الباطو داخل وخارج صراحه وشاقي تما غادي يتفق مكون نهار تسوق عرب ولكن على حسب واذا نوجد شي بزاف باش غادي يسوق عرب مكون نهار دينا سنبقى غادي يصنع السبت انا دوك غاصن الجمعه يعني الجمعه النهار ما تسفر عندنا الانتاج يعني الجمعه السني غاتني يومين لان النظر تسني تسني واذا نجم شنو الحسيمه كما سمعتوا المشاهد الكرام فرحت 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 هذا الخبر يعني ميم غادي تلقى هذا الخط هذا لان بزاف بزاف الناس في الحسيمه يعني كيتسناو هذا يعني هذا الخط باش يتفتح والحمد لله شويه بشويه وما تفتح دابا كيسميتو لطنجة يعني الخزيرات ودابا ان شاء الله يتفتح عاوتاني لهذا الخط عاوتاني يعني موتري الحسيمه والناظور وشويه بشويه ان شاء الله هذا السيف مرحبا بالجاليه المغاربة راه كيتسناوكم الحمد لله المغرب كيتسناكم وكيرحب بكم مرحبا بالجالية مرحبا ألف مرحبا بسرميهنا أغاربو قيت ترجعون إن شاء الله سوف تغفنوا معها وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله أكسن مارا يعني لا بي سي إير لا بي سي نحن أكسن مارا إن شاء الله بإذن الله وبنما ديها واحد الخضاء عنا سيد ورخ خضاء سمانية نتمنى إن شاء الله كما سمعتوا المشاهدين الكرام ان شاء الله نتمنوا باذن الله راه ان شاء الله غادي يحيدوهم كنا سمعنا واحد الخبر اللي ماشي هو هذاك يعني اصدق ماشي هو هذاك صراحه لان دابا ان شاء الله كما سمعت راه غيحيدوا يعني داك بيسير واللي ما يعني اللي عنده دار داك الجواز ديال التلقيح راه بلا ما يدير بيسير على حسب الباطو ولكن على حسب الطياره ان شاء الله غيحيدوا حتى هما ان شاء الله من يعني من اللي بغى يمشي بالطياره ان شاء الله غادي يحيدوا داكشي كلشي والجاليه غتكون فرحانه ان شاء الله مسترميت ان شاء الله يعني كوشه ديري بخير وعلى خير اغاربو غادي يعزم الطياره ان شاء الله اكسن ان شاء الله شي نقارس القوانين التلقيح ديالنا البي سي ان شاء الله باش تسهل لان الله حسنا غاجا مثلا عبا خمسة حنجان يعني خاص دياس بزاف نتمنى ان شاء الله واخا ديال البرلمان يعني تزيان كيسن باش تكسن معنايا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.